صباح الخير، رايحة لندن. أنا دحين في منطقة لندن اسمها بادينغتون وبتبطر. المهم رايحة أقابل صحبتي في منطقة اسمها إيلينغ، فحركب القطار وبس. وصلت إيلينغ، جينا ستاربكس طلبنا قهوة. Assalamu alaikum. I know Amal. How long have we been friends, Amal? We've been friends since year 7. More than 11 years. 11 سنة. لين 11 سنة متصاحبين. What she said. ومن فترة فترة نتقابل ونهرج نشوف إيش بيصير في حياة بعض. My first best friend. Okay. أول مهمة وأهم مهمة اللي لازم أسويها قبل رمضان، لازم أكتب 4000 كلمة بداية البحث حقي للجامعة. تاني شيء لازم نخطط لفيديوهات رمضان عشان ما نوصل ل15 رمضان وتخلص أفكارنا. ساعدوني، شاركوني في الكومنتس وأنا طبعا هخطط وأفكر معاكم. تالت شيء، ما نبى نسحب على القناة الإنجليزية، فالهدف إنه أنزل 3 فيديوهات في قناة الإنجليزية قبل رمضان. أكل رمضان هو الصراحة رهيب، بس خلينا نعترف شوية دسم، يعني المعجنات والفول والتميس، وانتوا عارفين اني احب اروح النادي واحتفظ على صحتي، فالهدف اني ما اسحب على النادي واروح 10 مرات قبل ما يجي رمضان. امس رحت النادي فباقي لي 9 مرات. واخيرا طبعا نبى نستمر ننزل فيديوهات على دي القناة. حاليا نبى ننزل كل يوم احد عشان نبدينا نسوي الاشياء الثانية اللي قلت لكم عنها، بس ان شاء الله حتى بعد رمضان هحاول ابدا انزل مرتين في الاسبوع. اليوم بستنى شارلت تعدي علي عشان نروح باربيكيو، بس اول شيء حنصلي الظهر. اوكي بستنى شارلت تعدي علي. ريما فلونا ريما ركبنا عند شارلت. I must concentrate on driving. I'm going to die. وصلنا. بيسوي باربيكيو هناك، بيطبخوا برجرات هنا. شارلت هذا السكن حق الجامعة اللي أنا كنت عايشة فيه في أول سنة. بعد شوية أروح أوريكم الغرفة اللي كنت ساكنة فيها. بس المهم الحين حنلعب باسكتبول. أنا ماركس، هنشوف مين يقدر يسجل أكثر فري ثروز في 10 محاولات. أوكي Okay, Marcus Faz. خليني افرشكم على السكن. هذا السكن اللي عشت فيه في أول سنة في الجامعة، يعني قبل 3 سنين لما كنت بحضر البكالوريوس. كنت عايشة في ذا المبنى L block. هذا الشباك الصغير كان غرفتي، هذا المطبخ والباقي غرف تانية. فكل دور فيه له شقتين، كل شقة 6 غرف. فهنا في 6 غرف، هنا 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 6 غرف، وهذا الدرج. فأنا كنت عايشة في دي الغرفة الصغيرة. أتأخرت لما جيت بسجل السكن، فما قدروا يدوني غير دي الغرفة الصغيرة، ومن كتر صغرها لو كان طولي أكثر من 6 feet ما كانوا حيدوني هي. بس طبعا طولي ما هو أكثر من 6 feet. كثير منكم تسألوني كم طولي. 5'3 معناته 160 سنتيمتر. ما أعرف ليش تبغوا تعرفوا، بس هو قلت لكم. شوف ناس يسألوني كيف بتحضري ماجستير وعمرك 21 سنة. خلصت من المدرسة في بريطانيا لما كان عمري 18 سنة، والبكالوريوس كان 3 سنين، درست جرافيك ديزاين، ودحين بحضر الماجستير اللي هي سنة واحدة من سبتمبر لين سبتمبر. فدحين خلصت تقريبا كل شيء، بس باقي لي اكتب البحث واسلمه في سبتمبر، وبعد كده ما اعرف ايش حسوي في حياتي. بس المهم السكن ده كان من احلى ذكرياتي في الجامعة. افتكر كنت كل يوم اركب الباص ده
يوصلنا للجامعة ببلاش طبعاً. كنت أتحمس أرجع البيت عشان أجلس مع الناس اللي كانوا عايشين معايا ونتفرج أفلام ونقعد نسوي أشياء غبية. ما عمري كنت طفشانة، دائماً لازم في شيء بيصير. كانت أيام جميلة وأنصحكم تجربوا التجربة دي إنكم تعيشوا في سكن جامعة. أوكي راجع البيت عشان لازم أشتغل على البحث. شلون رح توصلني؟ رجعت البيت وكتبت في السبورة. السبورة دي حتساعدني افتكر ايش المفروض اسوي قبل ما اسافر. اول شيء عندنا اليوتيوب، لازم ننزل 3 فيديوهات في قناة العربية و3 فيديوهات في قناة الانجليزية. ثاني شيء نبي نروح النادي، زي ما قلت لكم 10 مرات قلنا نروحنا مرة واحدة، فحنحط اكس في ذا المربع. واخر شيء طبعا هذا اهم شيء، الريسيرش بروبوزل حق البحث، معناته لازم اقرا مرة كتير عشان يمديني اكتب 4000 كلمة اللي لازم اسلمها في جون. فحناخذ القلم الاخضر ونحط اكس على المربع حق النادي عشان رحنا النادي قبل امس، وان شاء الله بكره نروح تاني. وزي ما قلت لكم رجعت البيت عشان بشتغل على البحث. ادعوا لي. دفتر ذكرياتي في الأسبوع ده، الذكريات حتكون من الابتدائي. في أيام الابتدائي كنا عايشين في لندن وساكنين في منطقة اسمها ويست أكتون. المدرسة اللي كنت أروحها كان اسمها جون بيرن برايمري سكول، مدرسة ابتدائي بريطانية. الصراحة المدرسة كانت ممتازة، الأساتذة كانوا كلهم رهيبين. من أحلى ذكريات الابتدائي في سنة سادسة رحنا رحلة. الرحلة كانت انه نعيش في مزرعة لـ7 أيام. المزرعة كانت في منطقة اسمها ديفن برت لندن، محل في بريطانيا. طبعا كلنا كنا اطفال عشنا وتربينا في لندن. هدف الرحله انه كانوا بيعلمونا كيف المعيشه في المزارع برت المدن الكبيره. كل يوم نصحى الساعه 8 وقبل ما نفطر لازم نسوي شغله، يا تروح تاكل الدجاج يا تروح تغسل محل البقر. ففي الـ7 أيام دي اتعلمنا كل شغلات المزرعه. ما اعتقد احتفظت باي شيء من ديك الايام، بس عندي اشياء كثيره ثانيه احتفظت بيها من وقت الابتدائي حوريكم هي دحين. اول شيء هذه الصوره، اظن كنت سنه رابع في دي الفتره. هذه انا كنت مع صاحبتي اسمها هالين. هذه برضو صوره، طبعا عشانها مدرسه انجليزيه كانوا دائما يسووا اشياء في الكريسماس. ما اعرف بالضبط ايش لبسوني هنا الصراحه. الحكومه البريطانيه بعض الاحيان تحط فلوسها في برامج للاطفال عشان يحضروها بعد المدرسه بدل ما يخرجوا في الشوارع ويسووا مشاكل. فهذه الصوره من افتر سكول كلاب كنت احضره، علموني كيف اطبل. في يوم من الايام خرجنا في الشارع سوينا مهرجان، هذه أنا جالسة أطبل. دول الناس صراحة ما أعرف مين هم بس جالسين يطبلوا معانا. أوكي ما عندي أي فكرة في الحياة مين ذا الرجال. جاء مدرستنا ووقع لنا صورته، صح ما أعرف مين هو بس احتفظ بيها عشان أفتكر ذاك اليوم كنت مرة متحمسة إنه أخذت توقيع واحد مشهور. طبعا ما أحتسب من جد مشهور لأنه بس كان واحد من برنامج اسمه بلو بيتر في قناة بريطانية، فأبدا مو واحد مهم في العالم يعني، بس كان عمري 8 ولا 9 سنين فأكيد اتحمست معاه واخدته وقيعه. في المدارس البريطانية لما يجي وقت الكريسماس كل الناس يوزعوا لك كروت عشان يقولوا لك كل سنة وانت طيب. كل طفل يشتري دي الكروت يوزعها لكل الناس في الفصل. رميت معظمها بس احتفظت بالكروت اللي عجبتني واللي حسيتها من ناس كنت من جد متصاحبة معهم. طبعا ما اظن شفتهم من ايام سادسة ابتدائي قبل 10 سنين، بس برضو هذا احلى كرت. طبعا انا مسلمة واهلي مسلمين فما عمرنا من جد احتفلنا بالكريسماس، بس كنت انبسط لما تجيني الكروت دي. والله شوفوا مرة حلو. اوكي خلصت صفحات ذكريات الابتدائي. هذه اول صفحة، هذه ثاني وثالث صفحة، هذه رابع وخامس صفحة. وصلنا لنهاية الفلوج، إن شاء الله عجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا في القناة، أنزل فيديوهات جديدة كل يوم أحد وأشوفكم على خير. أوه نسيت أقول لكم، رحت النادي ثاني أمس.